نفس الخبر غادي نقولوا دابا بالدارجه. اليوم في المطار ديال اسطنبول تشد امريكي نورمالمون خدام في متحف امريكي ديال الاحياء ديال الكائنات الحيه. تشد في رايكم شنو غيكون هاز معاه؟ ماشي المخدرات، ماشي الحشيش، ماشي الافيون، ماشي الكوكايين، ماشي الزطله. تشد عنده 1500 بين العناكب و العقارب، دونك اون توتاليتي عنده 1500 كائن حي بلوس محاليل بيولوجيه ما عرفوش ديالاش. نورمالمون خصهم يديروا تجارب مخبريه ويديروا فحوصات عادي يقولوا لنا ديالاش. اوكي دونك تشد بتهمه التهريب. نورمالمون هو امريكاني، عطاوه تهمه ديال التهريب. في رايكم لو كان مسلم كنظن كانوا يعطيوه تهمه ديال الارهاب البيولوجي. علاش؟ باسكو هاد الكائنات الحيه كنقدروا نستخلصوا منهم السم ونقدروا ناخذوا الحمض النووي ديالهم ونصنعوا السم. اوكي اللي هو كيتباع باثمنه خياليه، سواء كيتستعمل في صناعات الادويه في الصناعات الصيدلانيه، سواء كيتستعمل في الحروب البيولوجيه يعني اسلحه بيولوجيه. دونك نعطيكم مثال، اتر واحد ديال سم العقرب كيعمل كيسوى في السوق 10 المليون ديال الدولار. 1 لتر 10 المليون ديال الدولار. قول لي في رايكم هو علاش دار هذه العمليه؟ واش المقصد ديالو اهداف نبيله ولا شي حاجه عندها علاقه بالمافيات وبالمخابرات العالميه وبالتنظيمات العميقه؟